القوات المسلحه زي ما قلت بتقوم بدور مهم جدا، ويمكن القوات المسلحه في الفتره الصعبه ديت، ويمكن ده هيبقى محتاجين ان احنا للتخفيف على الناس، الناس البسيطه، الناس اللي ظروفها صعبه واللي الاسعار بقت قاسيه عليها، انها بتوزع 3 مليون كرتونه، وان شاء الله الامر ده هنعمله يمكن لغايه شهر رمضان حتى نخفف ما امكن مع بقيه مؤسسات الدوله عن كاهل المواطنين تكلفه السلع الاساسيه اللي احنا محتاجينها. يعني الامور الحمد لله رب العالمين، رغم انها صعبه لكن الحمد لله مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا. دايما الكلمه دي بقولها، مع بعض كلنا على قلب رجل واحد، كل المصريين والمصريات يعني، هنقدر نتغلب ونتجاوز المرحله دي، ويبقى من ضمن الحاجات اللي احنا اختبرنا بيها. انا بعتبر كل ظروف صعبه، كل ظروف صعبه بتمر على اي حد او على اي دوله، هي ظروف، هي اختبار، هو اختبار لقدره الدوله ديت، هي بتبقى اختبارات لكشف المعادن، كشف المعادن على كل المستويات، على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. معادن الدنيا كلها بتظهر في الأزمة، فأنا أعتبر أن الأزمات اللي بتمر بينا هي فرصة أن احنا نتعرف على قدراتنا وعلى إمكانياتنا في التحمل. وكل اسمعوا، كل محنة صدقوني، كل محنة بتمر علينا بفضل الله سبحانه وتعالى بتتحول إلى منحة، منحة بإيه؟ بالإرادة، بالعمل، بالأمل بإن احنا نقدر نتجاوز أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول ليكم، مش عايز أضيع الطابور والتدريب بتاعكم، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.